Good morning, everyone. صباح الخير جميعا. Welcome all of you to English class. أهلا وسهلا فيكم إلى حصة اللغة الإنجليزية. This is teacher أماني, معاكم Miss أماني, واليوم إن شاء الله تعالى رح ناخد مع بعض الجزء الأخير من Unit 5, الوحدة الخامسة من كتاب الطالب. رح ناخد إن شاء الله تعالى page 37 and page 38. رح ناخد صفحة 37 وصفحة 38 من كتاب الطالب, يلي فيهم رح نتحدث عن جزء الاستماع والتحدث والكتابة, listening, speaking and writing. وبهيك إن شاء الله تعالى بنكون مع بعض أنهينا مادة الفصل الدراسي الأول للغة الإنجليزية. Let's start all together. خلينا نبلش مع بعض ب the day and the date. What's today, guys? What's today? ما اليوم؟ ما اليوم؟ Today is Monday. Monday. Again, مرة تانية. What's today? What's today? Today is Monday. Monday. الاثنين. Today is Monday. And the date today is, وتاريخ اليوم هو, the 14th of December 2020. The 14th of December 2020. الرابع عشر من شهر ديسمبر, واللي هو شهر 12 2020 أو 2020. قبل ما أبلش معاكم بالدرس أذكركم, What is our unit title? What is our unit title? ما هو عنوان وحدتنا؟ Our unit title is I like bugs. Excellent. I like bugs هو عنوان وحدتنا الأخيرة. نبلش مع بعض بجزء الـ listening, جزء الاستماع. Listen and answer the questions. Listen and answer the questions. استمع ثم أجب على الأسئلة. استمع وأجب على الأسئلة. عندي مجموعة من الجمل بيتحدثوا عن جميل ودانا. جميل ودانا. جميل بيحكي I don't like ladybugs. I don't like ladybugs بمعنى أنا لا أحب حشرة أم علي أو الدعسوقة. I don't like ladybugs. أنا لا أحب حشرة أم علي. فلما إجا التمرين يسألني ويحكي لي Does جميل like ladybugs؟ هل, اتفقنا دايما إنه does و do معناهم هل في السؤال. Does جميل like ladybugs؟ هل جميل يحب الليدي بوكس؟ فرح نجاوب مع بعض No, لأنه حكالنا I don't like ladybugs. No, وبعديها حطيت كما فاصلة فاصلة. تمام, عندي جميل وعندي does, رح أعكسهم بين بعض. تمام, ولكن ما رح أستخدم جميل, رح أحط مكانه he, لأنه جميل ولد وأنا بقدر أستخدم الضمير he للولد. No he وهي does معاها النوت, لأنه اتفقنا دايما النوت بتيجي في الجواب تبع no. No he doesn't. Does جميل like ladybugs؟ هل يحب جميل الladybugs حشرة أم علي؟ فجاوبنا وحكينا No, he doesn't. لا, هو لا يحب الحشرة وهي الدعسوقة حشرة أم علي. تمام؟ طيب, بعد هيك دانا بتقول I
like butterflies. I like butterflies. Does Dana like butterflies? نعيد مع بعض. دانا بتقول I like butterflies بمعنى أنا أحب الفراشات. Butterflies فراشات. السؤال بيقول Does Dana like butterflies؟ هل دانا تحب الحشرات؟ وهي أو آسفة هل دانا تحب الفراشات؟ فمنقول yes لأنه دانا قالت لنا I like butterflies. إذا yes، ورح أعكس بعد الفاصلة بين دانا و does، ولأنها بنت رح أستخدم she. دانا بنت استخدمت مكانها she، جميل ولد استخدمت مكانه هي، ورح أنزل does مثل ما هي. وبننتبه هون إنه إحنا ما منضيف النوت لأنه بجواب الياس ما منضيف نوت أبداً. إذن does Dana like butterflies؟ هل دانا تحب الفراشات؟ Yes she does. نعم هي تحب الفراشات. Okay. Question number three، السؤال الثالث بيقول What do you like؟ هذا السؤال لإلك أنت، تمام؟ أو لإلك أنت. What do you like؟ ماذا تحب؟ أو ماذا تحبين؟ رح تبلش أنت جوابك عن نفسك أنا، فبتقول I، أنا I، بعدين رح تحط like بمعنى أنا أحب. أنا أحب. هلأ السؤال بيقول What do you like؟ ماذا تحب؟ أو ماذا تحبي؟ تمام؟ ماذا تحب؟ تمام؟ رح تبلش جوابك ب أو جوابك ب I like، أنا أحب، وبعد هيك تختاري أو تختار الحشرة اللي أنت بتحبها. ممكن نحكي lady bugs، ممكن نحكي butterflies، ممكن نحكي bees، ants اللي هي النمل، النحل، تمام؟ ممكن نختار أي حشرة إحنا منحبها. أنا رح أختار bees يعني النحل، B-E-E-S. إذن I like bees، أنا أحب النحل. I like bees، أنا أحب النحل. أوكي، إذن جميل لا يحب حشرة أم علي الليدي باكس، دانا تحب البترفلايز الفراشات، وأنا أحب البيز وهي النحل. أوكي، in speaking section في جزء أو قسم التحدث عم يحكي لي ask and answer، اسأل وأجب. هذه عندي مجموعة من الأسئلة، كل سؤال في إله جواب، مثل ما تعودنا نسأل Do you like bees؟ هل تحبين النحل؟ Yes I do، نعم أحبها. Do you like ants؟ هل تحبين النمل؟ قالت له No I don't، لا أنا لا أحبها. No. Does جميل like ladybugs؟ عم يسألها عن جميل. Does جميل like ladybugs؟ قالت له No he doesn't، لا هو لا يحب الladybugs وهي حشرة أم علي. سألها Does Dana like butterflies؟ هل دانا تحب الفراشات؟ فقالت له Yes she does، نعم هي تحبها. Okay. Let's move now to page 38. خلينا ننتقل الآن إلى صفحة 38 من كتاب الطالب. عندي قسم الرايتنج، قسم الكتابة. بعد ما كتبت اليوم والتاريخ at the top of the page على رأس الصفحة، رح نحل مع بعض إن شاء الله تعالى هذا التمرين، وهذا التمرين جدا مهم، بيوضح لي متى أستخدم I like عندما أحب شيء معين، ومتى أستخدم I don't like
I don't like لما ما أحب هذا الشيء برضو. تمام؟ أوكي، السؤال بيقول complete the sentences as in the example. Complete the sentences as in the example. بمعنى أكمل الجمل كما في المثال. أكمل الجمل كما في المثال. معطيني في المثال two pictures، صورتين. الصورة الأولى فيها مجموعة من الحشرات bugs وعندي tick بمعنى صح. تمام؟ الآن الصح هاد بمعنى إنه أنا أحب الحشرات، فلما يجينا نترجم كلمة أو جملة أنا أحب الحشرات، أنا استخدمت لها I، أحب استخدمت لها like، أنا أحب زي هلا قبل شوي لما كتبنا جملة I like bees، أنا أحب النحل. I أنا like أحب وbugs الحشرات لأنه الصورة عندي bugs. أوكي، الآن البيكتشر نمبر 2، الصورة الثانية، عندي dogs كلاب وعندي across خطأ. تمام؟ يعني أنا لا أحب الكلاب، أنا ترجمناها ب I لا أحب، لا أحب don't like، don't like. ركزوا كيف نستخدم do not مع ال I لأنه I ضمير من ضمائر الجمع. تمام؟ إذا لا أحب ترجمتها don't like، don't like. I don't like، أنا لا أحب. I don't like dogs، أنا لا أحب الكلاب. فترجمت هاي الجملة أو آسفة هاي الصورة إلى جملة I don't like dogs، أنا لا أحب الكلاب، طبعا بوجود الخطأ اللي كان جنب البيكتشر الصورة. تمام؟ أوكي، الآن السؤال بيقول use the words in the boxes، استخدم الكلمات الموجودة في الصناديق. الكلمات الموجودة عندي في الصناديق the green boxes، الصناديق الخضراء، هي عبارة عن كلمات حسب الصور الموجودة عندي داخل التمرين. تمام؟ الكلمة الأولى flowers، 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 ورد، أو خليني أحكي زهور، flowers، زهور، flowers، زهور. إذن رح أستخدم كلمة flowers مع هذه الجملة، لهذه البيكتشر، آسفة، لهذه الصورة. عندي food، 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 طعام، طعام. معنى كلمة food طعام. bees، bees، نحل، bees، نحل. ants، 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 نمل. cats، 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 قطط. وآخر شي عندي box، 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 كتب، box، كتب. okay، let's move now to the sentences. خلينا ننتقل الآن للجمل ولتكوينها، طبعا حسب الصح أو الخطأ الموجود عندي. وبكرر الكلمات يلي رح أستخدمها flowers، زهور، food، طعام، bees، نحل، ants، نمل، cats، قطط، books، كتب. اوكي، اوكي، الآن picture number one، الصورة الأولى، عندي صورة طعام، طعام، وتك بمعنى أنا
أحب الطعام. إذن رح أكتب أنا I أحب like. Excellent. أحب like. أنا أحب يعني I like. وآخر شي رح أستخدم كلمة طعام من بين البوكسز الصناديق، وعندي كلمة food هي الكلمة طعام، ففود رح أكتب food. I like food. أنا أحب الطعام. Okay. Sentence number two. الجملة الثانية بتقول نحل وتك. عندي نحل بيز وعندي تك، بمعنى ترجمتها رح تكون أنا أحب النحل. كيف أكتب أنا أحب النحل؟ اتفقنا إنه أنا معناها I very good I، أحب ترجمتها like excellent، فبكتب like I like أنا أحبه. بضل كلمة نحل bees. Bees excellent. I like bees. أنا أحب النحل. وبحط نقطة عند نهاية الجملة. Sentence number three. الجملة الثالثة اللي رح نكتبها صورتها بتقول عندي across خطأ وعندي cats قطط. Okay. خطأ يعني لا أحب. لا أحب ما رح أستخدم like لحالها، رح أستخدم don't like. إذن I أنا I don't like. I don't like. وقطط معناها cats. Cats استخدمتها من الصناديق. Cats. I don't like cats. أنا لا أحب القطط. Okay, that's very good. أحسنتم. الجملة اللي بعدها الصورة الخاصة فيها كتب وتك، يعني صح، يعني أحب الكتب. أنا أحب الكتب. يلا مع بعض. أنا شو أكتبها؟ I very good. طيب أحب like ولا don't like؟ Excellent. Like أحب، لأنه like معناها أحب و don't like لا أحب. I like أنا أحب. وشو معنى كتب؟ books. books. I like books. أنا أحب الكتب. very good job. أحسنتم. الصورة اللي بعدها صورة الزهور وبرضو عندها take، برضو عندها صح. okay. I أحب like very good. وآخر شي رح أستخدم الكلمة اللي معناها ورود أو زهور flowers. excellent. flowers. I like flowers. بعد هيك رح أحط full stop نقطة. وآخر شي عندي إنه أنا لا أحب النمل. لا أحب النمل. I أنا لا أحب. شو أكتبها؟ like ولا don't like؟ very good. أحسنتم. don't like. وآخر شي نمل معناها ants. وهاي الكلمة أنا استخدمتها من البوكسز الموجودة عندي أو من الصناديق الموجودة عندي في التمرين. so I like food. أنا أحب الطعام. I like bees. أنا أحب النحل. I don't like cats. أنا لا أحب القطط. I like books. أنا أحب الكتب. I like flowers. أنا
أحب الزهور. I don't like ants. أنا لا أحب النمل. That's all for today. هذا كل شيء لليوم بالنسبة للصفحتين الأخيرتين من كتاب الطالب. I hope it was easy and clear. بتمنى إنها كانت سهلة عليكم وواضحة إن شاء الله تعالى. Any question, I'll be ready anytime. أي سؤال إن شاء الله تعالى أنا رح أكون جاهزة في أي وقت. Thank you for listening. Thank you for watching. شكرا لاستماعكم ومتابعتكم. أسفة. See you next time. بشوفكم إن شاء الله تعالى في الحصة الجاي. ولا تنسوا إنه عنا غدا اختبار قراءة. رح إن شاء الله تعالى أرسل لكم تسجيل صوتي بيوضح طريقة اللفظ الصحيحة للكلمات وقراءتها. باي باي.